زملائي على التواصل، وها هي انطلاقة جديدة من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الإثارة، من انطلاقات أشواط هذا المهرجان، مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى المقام هنا على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية، شوطنا الثاني عشر الخاص بالحجايج القعدان وجائزة هذا الشوط. سيارة أيضا للفائز بالمركز الأول، نيسان بترول بيك أب، ومقدم من اللجنة العليا المنظمة لهذا السباق هو نقدية حتى المركز العاشر، ومباشرة إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول هو الصدارة. ويأتي عجلان جابر بن علي بن جابر بن جرحة بالمري على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني خوف ناصر بن حمد بن ناصر الحفيظ المري، أما المركز الثالث فالمنطلق هناك كفو لسعيد بن سالم بن علي الشيخ من ياتينا ثالثا. وفي المركز الرابع، المركز الرابع شاهين حمود بن سالم بن رغش لوهيبي من ياتينا على المركز الرابع. وفي المركز الخامس، خامس المنطلقين هو المتحديين، هنا ياتينا السناوي بهذه اللحظات لسعيد بن عبد الله بن علي لفهيده المري. هذه هي النتائج للمراكز الخمسه الاولى، ذعناها على حضراتكم في اول ندى للمراكز الخمسه الاولى. وما خلف المراكز الخمسه هنا هناك أيضا شعارات تتواجد، هناك أسامي لها وزنها ولها ثقلها في المنافسة والبحث عن الفوز وعن الناموس. نعود إلى عجلان المسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة، يلعب على أرضية ميدانه جابر بن علي بن جابر بن جرحة بالمري من يسيطر على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. غادرنا لوحة الثنين كيلومتر، المركز الثاني، المركز الثاني، والقادم هنا يأتي السناوي لسعيد بن عبد الله بن علي الفهيدي المري. وعلى المركز الثالث، المركز الثالث شاهين حمود بن سالم بن رغش لوهيبي من ينطلق على المركز الثالث، بينما المركز الرابع، المركز الرابع وصل هنا الفارس علي بن مسفر بن علي بن مسفر الخيالي من ينطلق في هذه اللحظات على ربع المراكز. وفي المركز الخامس، المركز الخامس هنا هو التحدي، هو الإثارة من قبل هملول منصور بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري من يأتينا على المركز الخامس. هذه هي النتائج، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، إلى التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. السناوي هنا لسعيد بن عبد الله بن علي لفهيده المري. السناوي من انطلق على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. الفارس قادم هنا علي بن نصر بن علي الخيالي من يأتينا على المركز الثاني، المركز الثالث شاهين في صلب المنافسة لحمود بن سالم بن رغش لوهيبي المنطلق على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع والقادم في هذه اللحظات هنا قدوم ممتاز الذيب حسن بن أحمد بن حسن بن عيضة العامري. وعلى المركز الخامس، المركز الخامس شاهين لسعيد ومطي بن محمد الحسنة المري من وصل، ولكن أرى التدخلات القوية هنا من شراب لسعيد بن عبيد بن عبد الله بن حليس رهيبي القادم في هذا الأداء المميز. يا سلام يا سلام يا سلام، أرى 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 ما لم تراه الكيمرة. الله الله، التحديات بدت، الإثارة بدت. يا سلام يا سلام يا سلام، بدأت الأمور، بدأت الأمور في شدة مع الخمسمية متر الأخيرة. هنا التغيير الذي طرى وجرى من هنا على صدارة وعلى المقدمة، على المركز الأول. الصدارة مذهل مذهل، عمر بن راشد بن محمد بن سبت الخيالي من انطلق على الصدارة، انطلق على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. سلام لأهالي رماح، سلام 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 سلام.
سعدت صباحا يا هالي رماح على هذا الأداء الجميل. تهانينا تهانينا هناك على هالي منبع الأصايل على هذا الأداء المميز الجميل. تهانينا سلالة الشمامي يصل إلى خط النهاية مذهل هنا عمر بن راعي بن محمد بن سلم الخيالي. المركز الثاني من نصيب مشاهدينا الكرام من وصل هنا شعار متعب من هنا أيضا نجمي الحمد بن متعب الحمد العامري شاهين. وهناك أيضا الوصول من قبل سراب سعيد بن عبيد بن عبد الله بن حليس لوهيبي. وعلى المركز الرابع كان هناك سعيد بن عبد الله بن علي لفيدي المري. والمركز الخامس وصل أيضا هناك لسيد مسفر بن علي بن مسفر الخيالي من أتانا على المركز الخامس مع الفارس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى. هو استطاع هنا أيضا أن يعلن الفوز والناموس مذهل بأدائه الجميل وإذهاله المميز. تهانينا لعمر بن راشد بن محمد بن سبت الخيالي على هذا الفوز المميز الجميل. 6 دقائق 7 ثواني جزئين من الثانية هو توقيته الزمني. تهانينا وناموس على هذا الأداء المميز الجميل. بينما المركز الثاني كان من نصيب شاهين لأيضا نشمي بن حمد بن متعب بن محمد العامري قاطع المسافة في 6 دقائق هنا أيضا 9 ثواني و6 من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس. أما المركز الثالث فكان من نصيب سرام لسعيد بن عبيد بن عبد الله بن حليس اللوهيبي قاطع المسافة في 6 دقائق 11 ثانية 9 من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس. تهانينا لجميع الفائزين.